للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أحمد علي برئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بحضرتك. وبداية، الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان وجها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان. كيف ترى كل هذه الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لعودة السلم والاستقرار إلى السودان؟ الخير أستاذ شادي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مبدئيا أنا أعتقد أنه التحركات المصرية بشكل عام بتعكس الموقف المصري تجاه التطورات الحالية في السودان، وهو الموقف المنتظر من مصر في حقيقة الأمر، على اعتبار أنه مصر مبدأها واضح تماما فيما يتعلق بالعمل على استقرار السودان. النقطة الأخرى هي أنه مصر بتؤكد على أنه انفلات الأوضاع أو خروجها عن السيطرة هو يؤذن الموقف ولا يحله، وبالتالي هناك حاجة إلى جهود للوساطة النزيهة في هذا الجانب من خلال التعاون أيضا مع شركاء آخرين يمكنهم الإسهام في هذا المسار. وأنا أعتقد أنه الاتصال ما بين الرئيس السيسي ورئيس الجنوب السوداني سلفا كير يحقق هذه المعادلة، بالإضافة إلى تطور الموقف أيضا فيما يتعلق باتجاه مصر إلى التعاون أيضا مع الاتحاد الأفريقي والاتصالات التي أجريت مع الأمين العام للأمم المتحدة في نفس السياق لتحقيق نفس الهدف. أنا أعتقد أن هذه الخطوات بالفعل هي تمهد للسيناريو التالي لإعادة الأوضاع إلى يعني على الأقل الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار بوقف إطلاق النار. يعني هذه مبادئ واضحة ومعلنة، وإنه مصر بتؤكد على أنها يعني ليست منحازة لطرف لكنها منحازة للسودان. هي أيضا تلعب دورها الطبيعي في هذا السياق، وأنها الوسيط النزيه الذي يستطيع أن يعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات والمباحثات. وبشكل تفصيلي واضح من خلال عناوين استراتيجية عريضة واضحة تتعلق بالخطوات التالية التي تعين على الأطراف الجلوس على مائدة التفاوض للتباحث حولها، تبدأ من وقف عمليات إطلاق النار ثم الانطلاق إلى ما يتعلق بجدول أعمال سياسي واضح. هناك أيضا مدرك لأنه اللحظة الحالية هي لحظة ساخنة ما بين الطرفين، وبالتالي فإن الوساطات أيضا قد تتطلب أن يكون هناك لقاء في منطقة محايدة ما بين الأطراف، وبالتالي ترمي مصر أيضا من خلال مقترحات من هذا النوع إلى أن تكون المفاوضات جدية وأن تصل سريعا إلى الهدف المطلوب حتى لا يتم إهدار الوقت في المشهد الراهن. أيضا هناك المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين. إذا مصر أيضا عندما تتبنى مبادرات بهذا الشكل هي أيضا تتبناها مع دول عربية أخرى شقيقة للسودان وفي إطار ومظلة أيضا خاصة بالجامعة العربية. بالتأكيد يا أستاذ شادي، لأنه إحنا هنا بنتكلم على يعني مسارات التحرك بشكل عام، إحنا بنتكلم على انه مصر بتتحرك يعني في فضاء مع شركاء اخرين يمكنهم التاثير في هذا المشهد، بتتحرك من خلال اليات ومؤسسات واضحه، الجامعه العربيه وايضا الامم المتحده، وبالتالي انا اعتقد انه يعني هذه المسارات التي يتم التحرك فيها بشكل يعني في نوع من التزامن هو يعكس حجم الجهود المصريه للعمل على الوصول الى وقف الاشتباكات اللي موجوده وتغيير هذه المشاهد التي لا يرضاها لا السودانيون ولا المصريون للسودان إلى المشهد الذي يجب أن يكون عليه الأمر، لأنه في الأخير يعني ليس مطلوبا أن ينزلق السودان إلى يعني حرب مفتوحة بهذا الوضع وتسبب انتكاسة للواقع السوداني في ظل ما عانه السودان منذ ما يعانيه السودان منذ سنوات طويلة، وكاد يقترب في حقيقة الأمر من نقطة توافق، لكن ما حدث ربما أيضا هو كان متوقع. وأنا أعتقد أنه يعني ده بيعكس الذهنية المصرية في أنه لابد أن يكون هناك بدائل وعدم توقع أنه الأمور تسير في مسار مستقيم، لأنه كان هناك يعني نوع من التوقع لهذه الأمور بشكل أو بآخر، ومع ذلك بتستمر الجهود المصرية في إطار المبادئ المعروفة انه يعني مهم جدا ان يكون الحوار عن طريق يعني المفاوضات وليس الحوار عبر السلاح، لانه في الاخير
هذه المعركة لن يخرج منها طرف يعني منتصر وطرف منهزم، الكل سوف يتحمل تكلفة هذه الحرب في الداخل السوداني. أنا أعتقد أيضا أنه آلية التقارب المصري السعودي في دفع هذا المسار هي نقطة مهمة، لأنه السعودية لها دور ولها تأثير كما هو الحال بالنسبة لمصر. المسألة هنا لا تتعلق ب يعني حسابات أخرى، لكن أنا أعتقد أنه الحسابات المصرية بتسير في اتجاهات أيضا أنه انعكاس ما يجري في السودان على الأمن العربي هي مسألة تتطلب أن تساهم كل الأطراف العربية وتساهم كل الأطراف الأفريقية أيضا من خلال آلية الاتحاد الأفريقي وحتى الجهود الدولية الإيجابية أيضا في هذا السياق، وبالتالي هي تتحرك على مستوى هذه الآليات الثلاث بشكل فعلي. وأنا أعتقد أنه هذه الجهود سوف تسفر في الأخير عن نتيجة في نهاية هذا لإنهاء هذا المسار غير المقبول بالنسبة للسودان. صحيح. الخارجية المصرية دعت لتغليب لغة الحوار، حذرت من استغلال أي قوة خارجية لهذا الموقف، يعني كيف ترى حرص مصر على سيادة وسلامة السودان الشقيق وهذا التحذير من أنه قوة خارجية من الممكن أن تستغل ما يحدث الآن في السودان؟ يعني حرص مصر على استقرار السودان هو واضح من خلال كافة الخطابات، من خلال كافة التحركات. هذه المسألة يعني ليست محل تقييم وليست محل نظر، لأنه هذا مبدأ واضح بالنسبة للسياسة المصرية تجاه السودان الشقيق. أنا صحيح، وهذا التحذير يعني يأتي في محله، استغلال قوة خارجية للوضع. بالتأكيد، لأنه أي صراع بتوظفه قوة خارجية لمصالحها، يعني المستهدف هو إضعاف السودان، هو إفشال العملية السياسية، هو إفشال الطرف السوداني، هو إبقاء هذه البلد في ساحل الحرب، لأنه ده بالتأكيد بتستفيد منه أطراف أخرى. لكن ما يعنينا في هذه اللحظة هو قطع الطريق على مثل هذه الأجندات بشكل أو بآخر. لكن من المهم أيضا أن نستوعب الدارس أنه هذه التسويات التي تقوم بها يعني أطراف ربما لديها أيضا يعني حرص على أن تكون أجندتها موجودة في هذه التسويات لن يصل بنا لا في الحالة السودانية ولا في غيرها من حالات الأزمات الإقليمية إلى عملية بناء السلام. عملية بناء السلام في المنطقة لوقف هذه الأزمات تتطلب أن تكون هناك إرادة فعلية وإرادة حقيقية من جانب الأطراف الأزمة لإنهاء الأوضاع الموجودة، وبالفعل أن تكون هناك أجندة وطنية يعني تحقق في الأخير معادلة الدولة الوطنية وليس معادلة حسابات الأطراف، إنه طرف يكون لديه مشروع سياسي أو يكون لديه مشروع هوياتي أو يغلب رغبة طرف خارجي يقدم له الدعم على طرف على حسابات المصالح الوطنية وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن احنا يعني أصبح لدينا الكثير من الخبرات المستفادة من يعني أكثر من عقد من الأزمات الموجودة في الإقليم، وبالتالي يعني المرحلة الحالية تتطلب أن نستفيد من هذه الدروس ونتحرك في ضوء. أنا أعتقد أن التحرك المصري بيعكس هذا الأمر بشكل واضح، لأنه كان هناك من يريد أن تكون مصر طرف في هذه الأزمة. أنا أعتقد أن مصر تفهم هذا جيدا ولم تتورط بأي شكل من الأشكال في هذا السياق، بل على العكس من ذلك هي عملت على أساس مبادئها الواضحة، وهي أنها يعني هي طرف إلى جانب كل السودانيين وأنها مع جانب كل السودانيين وأنها لا تدخل في حسابات ضيقة لصالح طرف على حساب طرف آخر، بل على العكس من ذلك يمكن أن تطور هذه المعادلة من خلال شركاء وكل الأطراف التي يمكنها التعاون في مصلحة استقرار السودان بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.